الآن نشرف على يعني مشروع جد هام هو إطلاق رقمنة أوامر البورصة كي يتسنى للمستثمرين الراغبين في شراء الأسهم والسندات في البورصة القيام بهذه العملية بطريقة رقمية بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى التنقل للوكالات البنكية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التي تشرف على الوسطاء في عملية البورصة المعتمدة، وأيضا مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني والتي تمنح اتفاقية تسمح برقمنة. يعني الخطوة هذه نهدف منها إلى زيادة الديناميكية ورفع يعني الحركية والديناميكية في السوق المالي ورفع لي زيشونج يعني التداولات في السوق المالي، يعني العملية يعني راح نسهلها، عملية التداول راح تكون سهلة بمجرد رقمنتها، وبالتالي زيادة التداولات في السوق المالي.